زد هي عبارة عن إكس زائد أي واي ناقص واحد زائد اثنين أي هون إكس زائد أي واي معلم رباني وبكفي كأس العلوم سقاني أفنى من الزمن الجميل حياته لأكون نجما في سماء زماني شكرا لكل معلم رباني وبكفه كأس العلوم سقاني أفنى من الزمن الجميل حياته لأكون نجما في سماء زماني شكرا لكل معلم رباني وأضاء لي بين الدروب مشاعلا شحدت شموع العلم. الله يجزاك، انتم تستحقون الكثير. اراد الشباب يعني يقدموا هيك لاستاذهم كلمات طيبه. استاذنا الفاضل، السلام عليكم. باسمي وباسم طلاب مدارس الجيل المستقبلي عامه نقدم لك هذه الكلمات لنعبر عن شكرنا وتقديرنا واحترامنا. نحن على طلابه متجني منسول العقاب يمضي سحابة يومه بين الدفاتر والكتاب والنشء يذكر فضله حتى يوارى في التراب. يا رب بارك سعيه، يا رب بارك سعيه، ذلل له كل الصعاب حتى ينشئ جيلنا متحسنا من كل عاب. لقد كانت المعادلات ترعبني كثيرا إلى أنك أستاذنا ساعدتني على هزيمة ذلك الضعف كي يصبح أكثر شيء أراه في حياتي، ويرجع ذلك إلى مساندتك لي، فأشكرك من أعماق قلبي. أستاذنا الفاضل الله يجزيك خير ويبارك فيه، ونحن يعني في هذه المناسبة بنحب هيك نشكر طلابنا الرائعين اللي قدموا يعني هذه المبادرة بالتنسيق مع الإدارة ما شاء الله عليهم. الأستاذ لا نستطيع أن نفيه حقه أبدا، فالله سبحانه وتعالى هو من يعطيه على قدر تعبه وعلى قدر جهده وعلى قدر عرقه من أجل أن ينير الأجيال، فهي رسالة الأنبياء، يقوم بدور برسالة الأنبياء بنقل العلم إلى أبنائنا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم وأن يجزي أستاذنا خير الجزاء، وعذرا إذا أخذنا من درسك، لكن إن شاء الله نقبل إن شاء الله مع الخلف. وهو الجدير بخدمة الأوطان فله المحبة والوفاء مبجلا وله الدعاء بمستقبل خاص. تعليم الخلاق نحو غد مشرق.